السلام عليكم، الاخ محمد عدتو رئيس جمعيه امل منتدى التنميه المستدامه، معك لارس انفو. واش كتقول في هذه التظاهره المليونيه اليوم بمدينه الرباط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر لارس انفو جمعيه الاعلام المحلي اللي وقف التظاهره من مدينه العرايش، اللي تظاهره يعني حضروا فيها جميع المغاربه من انحاء المدن، يعني كفاعل جمعوي يعني كنحيي الشمال المدني ديال المغرب، الناس اللي كتساندوا القضيه الوطنيه لا من الداخل ولا من الخارج. بحقيقه الله يعني وقفه احتجاجيه اللي كتنظمها في المستوى 100%، وما كاينش شي ضغط ولا شي اسعافات ولا شي حاجه اللي غادي تعرق السير ولا هذا. وهذه المناسبه اللي كنقدر نقول بان الرساله راه وصلت، وصلت يعني 100%. بنكيمون يعني عمل واحد المشاكل راسو، عمل مشاكل الناس اللي كيشتغلوا مع الامم المتحده بين راسو، لا علاقه له بالنزاهه. والانسان ما قدموا الحقيقه الله في الوقت ديالو، عرفنا غير الحروب والكوارث، لا زكاه في سوريا ولا في القضيه الفلسطينيه ولا الليبيه ولا كذا، ما عنده حتى شي دار. وكنتمناو له الموت اي لحظه، يعني الانسان ماشي في المكان المناسب. والحمد لله المغاربه راه معروفين على التضامن ديالهم، نعم نختلف بعض الاشياء ولكن لا نفترق، ولكن على القضيه الوطنيه والصحراء المغربيه لا نختلف، كلنا بصوت واحد، شعارنا راه معروف الله الوطن الملك. وقبل ما نكمل هذا، يعني كاينه شي شويه ديال الضغط في العوده، انتم كتشوفوا الطريق يعني عامره بزاف، وهادشي يعني كنا ما فاجأناش يعني كنا عارفين غادي يكون هذا الضغط هذا، لان كلشي راجع في ساعه هكذا تقريبا ساعة وربع د الماك، انا باقا تحرك ماشي 500 متر، حتى كتشوف شحال ديال الحديد راه ماشي ساهلة، قسم فاس ومكناس والشرق والجنوب، يعني نقولوا الجهاويت المغاربة كامل، الجهاويت كامل حاضرين هنايا. وكنشكر يعني الناس الحي المباركين مدينة العرايش وأبناء الجمعية والمجتمع المدني ديال مدينة العرايش اللي حضر واحد الكتابة وسجل واحد الرقم اللي هو رقم الناس اللي كنتظروا حقيقة باش في 10 المحطات اللي بروجات البارح السلطة اللي كانوا حاضرين اللي معروفين، المحطة ديال رام ديال ساحة التحرير ولا فابريكا محطة حونا ولا الملعب ولا المعتمد وإلى آخره. والحمد لله يعني في حشمة داعمة ولا شي حاجة، حنا حاضرين يعني بدون تردد. شكرا للاخ محمد عتو رئيس لجمعيه امل للتنميه المستدامه والممثل لاقليم مدينه العرايش. شكرا.